خويا المدني لالا ميرا شكون فينا اللي ما رددهمش وما غناهمش وما حبهمش، وخصوصا بصوت ولا نحيي كل فرقة فريكان وعلى راسهم شمسو. مرحبا بك شمسو. الله يسلمك، شكرا على لو بورتري هذا. راكو فكرتوني في واحد الايام تشابين. مرحبا بك. اليوم انت راك نورت بلاطو برنامج الناس ديزاز، رانا ذكرناك بمحطات فنيه مختلفه في مشوار الفرقه. بصح اليوم في البدايه حنحكيو على الاغنيه الحدث العشق اللي فات، أغنية جديدة، كليب جديد. واش تقدر تقولنا على هذا العمل الفني الجديد، على هذا الفيديو كليب؟ هي مغامرة جديدة نقول بالنسبة لنا، وين كنا قمنا في الألبوم الأخراني تاعنا نوماد، خرجنا فيه أغنية اسمها دنيا، وين لقات الإعجاب تاع الجمهور الحمد لله. دونك كاين بزاف لي دومونداو لنا، قالوا لنا ماذا بينا نزيدو نشوفوا حاجه في اللمسه هذيك. دونك سينجل اللي خرجنا به في 2018 العشق اللي فات كان ديجا تلبيه للطلبات تاع الناس تاع الجمهور تاعنا اللي يحب حاجه في الذوق تاع الدنيا. وثاني كما يقولوا جات وحدها، لانه الالهام الانسان ما يتحكمش فيه. دونك جات الكلمات، جات الموسيقى، قلت يلا. دونك والحمد لله جوسكا بريزون الاغنيه عندها نقولوا 8 ايام اللي خرجت، راهي تخطات المليون مشاهدة في يوتيوب الحمد لله. ربما كي هدرنا على اليوتيوب كاين كثير من الناس اللي ربما تقول لهم تخطات المليون، كان يحب يشوفها باكيوريزيتي، ماشي شرط انه يحب شمسو، لكن ما يعنيش انه هذا ما نجحتش الاغنيه. لكن هل مازال شمسو دائما مع فرقه فريكلان، ولا الكثير وين قال باللي شمسو خرج على الفرقه؟ بارابور ا سا لا ديمارش اللي درناها هي سي بلوس استراتيجيك كو حاجه واحده اخرى. الكليب الا لاحظتوا مكتوب شمسو فريكلان ماشي فريكلان. وين شفنا باللي اكطويلمون لا مود تاع لي غروب بدات تروح، وكيما يقولوا لي غروب الفرق الموسيقيه سي لي غروب سون توجور كونداني ا اون فان، يعني لازم يجي نهار وين يحبسوا. دونك حنا والفرقه يعني الاعضاء تاع الفرقه قلنا بوركوا با يحطوا واحد اللي هو رايح يمثل الفرقه، لا فاساد تاع الفرقه اللي انا هو بصفتي كاتب وملحن والمتحدث الرسمي باسم الفرقه. دونك قررنا باش نولي انا هو اللي يحطوني اون افون، دونك تولي شمسو فريكلان بلوتو كو فريكلان. باسكو ثاني كاين عامل واحد اخر، وين تلاقيت بناس حافظين غنانا يعرفوا غنانا ويحبوه بصح ما على بالهمش شكون يغني، باسكو على شاك فوا يشوفوا اون افيش فيها كاع الاعضاء تاع الفرقه. دونك قلنا يا با ميو كنحطوا واحد اللي هو اللي يمثل الفرقه في الفيزوال في الهضره دونك فوالا. وهذا يصرى في كل الفرق ماشي فقط في الجزائر، حتى في العالم. صح فرقه فريكلان قدمت لون موسيقي مختلف في الجزائر في بدايتها. اليوم كاين بزاف ناس قالوا لكم واش دادكم للراي، علاش هذا التوجه اغنيه الراي؟ راي عندهم عليه؟ صح كاين ناس بزاف اللي يحبونا في نقول يسون نوستالجيك، حبونا في لاتوج تاعنا تاع لاميرا تاع خويا المداني تو. وين ما قبلوناش كي رحنا للراي، الوغ كو الراي هو طبع موسيقي جزائري اللي سبق لنا حنا وين غنيناه في البروميير البوم تاعنا لالا ميرا. غنينا الاغنيه تاع الحريه اللي كانت سيتي اون شونسون راي. في الالبوم اللي موراه غنينا الدنيا وين سيتي اون شونسون راي، ودوكا غنينا العشق اللي فات. سي جوست اون كونتينيتي، يعني هو استمراريه لا توش راي اللي كانت دائما عند فريكلان. برك هذه المره بالك رحنا ان بو بلوس فيغ لو راي اكطويل، وين نشوفوا هذيك اللمسه تاع ميوزيك اوريونتال داخله مع لا ميوزيك راي اي تو. مي الحاجه اللي نقدر نقولها سي كو لا توش فريكلان دائما مازالها، الكلمات اللحن انا اللي درتهم. زيد الحاجه الثانيه اللي نقدر نعلق عليها بالنسبه لهاد لي فان اللي نحترم ارائهم وعلى بالي باسكو يحبونا اللي قالوا هذا الشيء، ما لازمش يكون عندنا لو طابو هذاك ولا العقده من اغنيه الراي. سي فغي كو الراي اكطويلمون كاين بزاف فنانين اللي راهم كما يقولوا يشوهوا صوره الراي، راهم يشوهوا كيلكو باغ صوره الراي، ولكن الراي هو الموسيقى اللي كان يخدمها بلاوي الهواري الله يرحمه، هو الموسيقى اللي خدمها احمد وهبي، خدموها عمالقه كبار تاع الموسيقى الجزائريه، وايضا هو الطبع نقول بالك ماشي الوحيد ولكن اكثر طبع اللي فرض نفسه حتى في العالم الغربي. طبع عالمي عن طريق الشاب خالد. اكزاكتومون. دونك حنا الهدف تاعنا هو نعاودوا نرجعوا هاد لو ستيل للواجهه، ونرجعوه بطريقه محترمه، وين يتغنى في محافل دوليه ويتغنى فوق خشبات المسرح بطريقه مليحه. ربما نعاودوا نرجعوا لاغنيه تاعك الجديده اللي هي الحدث. انا وحده من الناس شفت صوتك انه حبيتها بصوتك توالم، لكن ربما الشيء اللي الناس انتقدوه انه لما خرجت بعد يعني ما عندكمش بعد غياب فريكلان خرجت شمسو وحده
وشاف انه هذه الاغنيه حتحقق له لانها عندها نشوفوها تجاريه اكثر من انها اغنيه يستمتع بها لانها عندها جمهور. كي نقولوا تجاريه يعني اللي تمشي في العرس تقدر تمشي في الحفلات تمشي في كل شيء. هل انه شمسو بدا يتبع طابع تجاري؟ نقول باللي الفنان كيكون كيخير الموسيقى كوظيفه ليه كما يقولوا ان بروفيسيونيل تاع الصح في الموسيقى ما يقدرش. احنا ثاني في الجزائر نعاود مره اخرى نزيد نجبدها كاين بزاف فنانين عندهم العقده هذيك تاع يقول بلي انا نخدم موسيقى وعندي هذاك الجانب التجاري في الموسيقى اللي راني ندير فيها. يكتب عليك اللي ما عندوش جانب تجاري في الموسيقى تاعو. الانسان كي يخدم موسيقى يحاول انه اكثر كما يقولوا في كل مره يوسع الجمهور تاعو يوسع القاعده الجماهيريه تاعو. سي لو بلوز امبورطون. نعطيك مثال ما عباليش انا بولونجي يفتح بولونجري ماذا به الماكله تاعو يلحقها الخبز تاعو يلحقوا الماكسيموم تاع الناس. دونك في كل مره يحوس كيفاش يلبي الاذواق تاع الاغلبيه تاع الناس تو تون ريستون فيدال لا بيرسوناليتي تاعو لا توش تاعو هذيك. دونك حنا في لا ديمارش هذه اللي درناها شفنا باللي كاين بزاف جمهور جزائري حاجه اللي واحد ما يقدر ينكرها يحب طابع تاع الراي. دونك قلنا اون سي دي بوركوا با وعلاش ما نقدمولوش حاجه في الطابع اللي يحبو وتكون نظيفه وبالك بسبت هذاك الشيء عاود يروح يسمع للاميره ويسمع خويا المدني ويسمع اغاني اخرى اللي عندها يعني انا بيرسونيلمون نحبها بزاف. نعطيك كالكو تيتغ باغ اكزومبل اغنيه تاع السوق في لو دوزيام البوم ولا الموتور كولا ولا ماني مجنون كاين اغاني اللي عندها بزاف اللي راني متاكد ان شاء الله باللي بالك ديسي 50 سنه ولا 100 سنه يعاودوا يجبدوهم لو ريبرتوار تاع لا ميوزيك الجيريان باسكو فيهم كلمات فيهم موسيقى فيهم بحث. بوركوا با اترافير بالك العشق اللي فات الناس نعاودوا نجبدوهم اللي ما يسمعوش هذا لو ستيل يقول لك نروح نسمع واش يدير هذا الفنان. دونك سي اون فاسون ثانيت باش نعاودوا اون كونفيرتي الناس اللي ما يسمعوش الطبوع اللي كنا نعملوها قبل يعني عبر اغنيه العشق اللي فات. العشق اللي فات انت قلت انه اغنيه راي اللي راي تقدم حاليا اللي فيها النغمه الشرقيه وهذا ستيل الفني الاول اللي قدموه هو كادار جابوني وكاين بزاف ناس شافوا تشابه بين العشق اللي فات واغنيه الخاو. نروحوا نشوفوا مقاطع ونعلقوا بعدها.